وقد انتقلت قوة من الشرطة بقيادة النقيب أدهم محمود بسيوني إلى مقر إقامة المتهمة بتفتيش المسكن الخاص بها عصرنا على فردة قفاز لليد اليمنى بين قوسين جوانتي مطابقة لفردة قفاز لليد اليسرى تم العثور عليها بمسرح الجريمة بفيلا الدكتور جلال محمد عبد الحميد العوضي شهرته جلال العوضي. كما عثرنا على مبلغ مالي 20,000 جنيه، علبة أقراص مدمجة بين قوسين سيديهات بها تسجيلات خاصة بالدكتور جلال العوضي وبمواجهة المتهمة أنكرت معرفتها بالمواد المسروقة. الجوانتي بتاعي والفلوس بتاعتي إنما السيديهات والله العظيم أنا معرفش هم إزاي جم عندي، أنا معرفش إزاي أنتوا لقيتوهم، والله العظيم أنا معرف أي حاجة عنهم. قفل المحضر على كده.